برنامج ناخبون الإلكتروني هو عبارة عن برنامج يمكنه من خلالها المرشح الدخول على قاعدة بيانات ناخبينه 2012، ويمكن من خلاله إنشاء حسابات بمفاتيح الانتخابية ومراقبة هذه المفاتيح الانتخابية، ويمكن أيضا إنشاء مناديب ليوم الاختراع، ويمكنهم لذلك تحديد الناخبين اللي حضروا في يوم الاختراع، بحيث أن أي شخص يمكنه الحضور في أي لجنة من اللجان في نفس الدائرة يمكن للمرشح معرفة من حضر ولم يحضر، يعني تقريبا من الساعة 3 العصر يمكن أن يطلع كشف بإجمالي الحضور وإجمالي المتخلفين من الحضور. يمكن المرشح الدخول عن طريق بورتال معين، بعد الاشتراك يدخل يوزر نيم والباسورد ويدخل على انترفيس معين من خلالها فيها أدوات يمكن المرشح أنه يشوف مهامها أول بأول. يهدف برنامج ناخبون إلى تقليل الكشوفات، تقليل الموظفين اللجان الانتخابية، سرعة في التعامل. هو جيل ثاني جديد للانتخابات ممكن أن المرشح يدخل فيه. برنامج ناخبون الإلكتروني جاءت فكرته من خلال عملي في أحد اللجان الانتخابية. طبعا شفت أداة العمل، شفت المناديب، شفت المفاتيح الانتخابية من خلال طباعة، من خلال ضياع أوراق، من خلال ضجة في هذه اللجنة. استقطبت هذه الفكرة من خلال أني أجعلها في برنامج خاص فيها، أن يمكن للمرشح أنه يدير حملته كاملة متكاملة من خلال هذا البرنامج، اللي يقدرون حتى باستطاعة الفاتح الانتخابية هم يدخلون عليها ويشتغلون فيها، ويمكن للمناديب في آخر يوم التحضير من خلالها اليوم والاختراع. البرنامج طبعا هو فيه من خلاله أقدر أني أميزه من خلال الدقة في العمل والسرعة في العمل والمتابعة من خلال المفاتيح الانتخابية، بحيث أن المفتاح الانتخابي يدون ملاحظات على أي كان من الناخبين، ويمكن للمرشح في ثواني متابعة هذه الملاحظات، ومن خلالها يقدر يختصر الوقت، ومنها يقدر يختصر الجهد اللي راح يقدمه في هذه اللجنة. الموضوع بالنسبة للحماية، الحماية كل شخص مرشح هو مسؤول عن قاعدته وعن حسابه، اعتبارا مثل الإيميل يكون لك خاص فيك، ما حد له حق أنه يكشف فيه. يكون لك يوزر نيم وباسورد، يمكن أن المرشح الدخول فيها. طبعا اليوزر نيم والباسورد ما حد يعرفهم، ما حد يمكن أن يوصل لهم، لأن هذا شيء خاص في هذا المرشح، ويمكن بعد توقيع العقد أنه يوصل هذا الباسورد اليوزر نيم عن طريقة عشوائية على الإيميل. طريقة الاشتراك يتم من خلال عقد يوقع بيني وبين المرشح بشروط معينة دونت في هذا العقد، أضمن يعني أداء هذه الخدمة بأكمل وجه، أنها تكون آمنة، تكون في آلية ممتازة، ما يعني غير يعني شيء جديد في عالم الانتخابات.